هذا يسأل يقول إن شخصا أعطى ابنه الأكبر بيتا ثم مات ولم يعطي أولاده الآخرين، نقول هذا لا يجوز، لا يجوز تخصيص بعض الأولاد دون بعض. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. عمل ذا لا يجوز. والواجب على هذا الشخص أنه يتصالح مع بقية إخوانه، يتصالح هو إياهم على هذا الشيء حتى يكون ما بيده حلال، وحتى تبرأ ذمة الميت، يتصالحون بينهم.